أحد المشجعات وهي تؤازر زميلتها في هذه البطولة. على نهائي بين عبيد الكعبي يتمنى التفريق أمام اللاعب البرازيلي دانتس وزن تحت 69 كيلوغرام الحزام الأسود فئة الأساتذة. منال توفيق لعبيد. على عبيد، عبيد عليه ينتبه من ذراعه لأن دانتس في احتمالية أن يحصل عليه على حركة الإخضاع. الحكم يشير إلى إشارة السلبية على عبيد، 10 ثواني عبيد وستحصل على إنذار في حال البقاء في السلب بالسلبية. نعم إنذار لعبيد. عبيد خسران بإنذار. دانتس ينتظر الفرصة المناسبة للحصول على النقاط. عبيد يحاول يكسر الجارد، هذه محاولة لدانتس خطيرة جدا لدانتس، تفادها عبيد. أقل عن دقيقتين نهاية النزال. لاعب نادي الجزيرة عبيد الكعبي محاولة لكسر الجارد. دقيقة و 13 ثانية وعبيد ما زال خسران بإنذار. عبيد 20 ثانية مسألة وقت فقط حتى يعدل النتيجة. نعم
النقطتين لدانتس في 13 ثانية الأخيرة. عبيد يحاول أن ينهي هذا النزال بإخضاع دانتس والضغط على ركبة دانتس، لكن 6 ثواني على نهاية النزال، 3 ثواني ينتهي النزال لصالح دانتس. Inside. And Papa Aujourd'hui.